السلام عليكم ورحمة الله. أجوة في اللون. منذ منتصف تقريب شهر فيفري، يعني درك عندها تقريب شهر، والصحافة المغربية تتكلم على توتر في الحدود الجزائرية المغربية على الجنوب الشرقي المغربي والجنوب الغربي الجزائري، يعني ما بين بشعر وفيجي. كانش لحقوا، لما تسمع كان حرب قائمة ما بين الجيش الجزائري ومدنيين مغاربة، اعتداء الجيش الجزائري على مدنيين مغاربة. هذا يعني تقدمها بعض الصحف المغربية اللي نسميها صحافة بودورو تاع المغرب، كيما صحافة بودورو تاع الجزائر، لأنه صحافة بودورو هذه تمشي ماشي غير تحت الإملاءات، منبطحة وتحب تشيط الأنظمة وما تراعيش حتى أخلاقيات المهنة. فلما تقرأ تقول خلاص تزاقيت راهي حرب ما بين الجزائر والمغرب، وتزيد تخمم تقول والمغرب هدايا ما عندوش جيش اللي يتحرك يجي يحمي السكان ديالو. شوفوا صحافة بودورو كاش دير، طيح بقيمة الدولة المغربية، طيح بقيمة الجيش المغربي، ولانها شركا وتقول بلي الجيش الجزائري راهو يعتدي على سكان فقيق سكان مغاربة. دونك المغرب ما عنده لا جيش لا والو، حيوا علاش ما يكملوش تزاري يدخلوا لداخل وفرات يكملوا يدوها وفرات. هذه بلادة، هذه بلادة تاع ناس ما يخموش ما يفكروش، ما ينسى بلي بالغباء ديالو يسيء لبلده، كيما يديروها ثاني صحاف بدور تاع الجزائر، يقدروا يتكلموا لك على اليد الأجنبية والأيادي الخارجية ورمضان اسم، يعني المسارح الأم الجزائرية مفيطة، راح تفايط تغرق الريدو وخلي إذا يقدروا تاع الخارجي يأثروا على الشعب الجزائري كما راهو يأثر درك، إبان راهو صح عليهم وفرد. شوفوا الغباء تاع الصحفيين هذول. هي في الواقع واش صرا؟ أنا كثير إخوان مغاربة بعثولي، وعندي خاصة نعرف مليح المنطقة هذه، وزرتها مع صديق عزيز عليا بزاف بزاف، ويعرفوه ثاني جزائريين، وإنسان من عقلاء المغرب، يعني من الناس العقلاء، وإنسان ماهوش تاع اللي يهرج ولا يمشي مع الأنظمة سوا هاك ولا لا. هذا صديق اسمه الحاج سعيد عبد القادر الفيليقي، نسبة إلى فيليق، ومشيت معاه أنا فيليق وشفت عن الجهة هذيك. والسيد هذا الأراضي ديال جدوده جات ما بين الجزائر والمغرب، لأن بكري ما كانتش حدود قبل ما يدخل الساعة، ما كانتش حدود. والسيد هذا أراضي أجداده يعني منذ قرون، فعنده جزء من الأراضي ديالو في فيليق، والجزء الثاني في بني والنيف من جهة بشعر في الطرف الجزائري. ولما نمشي يعني لفيليق نشوفو بني والنيف قدامنا، يعني هكذا تشوف الأضواء في الليل وكذا، يعني المنطقة هذي نعرفها مليح، مشيت لها وزرتها ودرت فيها مع صديقي، وراح نزيد نروح لها ان شاء الله هاد الايام الجايه، نبرمج نروح نرب دور عليه. هي واش اللي حصل؟ انه كاينه منطقه ما بين جات على الحدود ما بين الجزائر والمغرب، في يسموها العرجه في ولايه بشار. كما قلت كاين الناس اللي ورثوا على جدودهم أراضي، الأراضي هذه نصف المغرب ونصف الجزائر، فالسلطات الجزائرية خلاو
الإخوان المغاربة هادو يشتغلوا في أراضيهم بغض النظر على أنه التراب هذا هالأراضي جات في التراب الجزائري بغض النظر عليه. حسب يومية الخبر يعني هذا هو المصدر اللي نقدروا جاء أعطى دي ديتاي أعطى تفاصيل. وقعت عمليات تاع نزع الألغام من طرف الجيش المغربي لأن المنطقة هذيك فيها ألغام، ويعني الجيش المغربي قام بمبادرة نزع الألغام حتى ما يتعرضوش الأهالي تاع المنطقة هذه إلى حوادث يعني ترتقى عليه بنادم مينا ولا كذا ويموت. هذيك لي زيكسبلوزيون هذوك التفرقعات هذوك تاع الألغام جلبت انتباه السلطات الجزائرية وخاصة السلطات العسكرية. مشاو شافوا واش كاين، قال بون هاي ليك يعني كاين دي ميناج تاع لا زون هذيا بون، ولاو حسب دايما نفس المصادر هذه السلطات الجزائرية طلبوا السلطات تاع فيلي اتصلوا بسلطات مدينة فيدي قالوا يا ولدي يلزم نضعوا حد لهذه الوضعية، نضعوا حد لهذه الوضعية ولا ما نديروا طاباج ولا نديروا السلطات تاع فيدي ما ردتش ما ردوش. نعرفوا كيفاش عند تنشي الأمور سواء في الجزائر أو في المغرب راه كيف كيف ما كاش الجهة خير من الأخرى يعني راهم كيف كيف ما ردوش لأن يعني ما جاتهمش تعليمات من فوق أو ضربين النح. إما قال لك فهم هذا الحالة هذه السلطات تاع ولاية بشار مشاو ليه وشافوا مع الفلاحين المغاربة اللي يخدموا في الأرض، قال تبدوا الماتيريال تاعكم وتروحوا تخليوا الأرض هذه وتروحوا. درك موقف هذا من الجانب الإنساني ماهوش موقف إنساني. ستة واحد تقول في الماتيريال بعد شحال 60 سنة تجي تقول له في الماتيريال تاعك وروح تطبق عندك حتى أعطاهم مهلة حتى نهار 18 مارس. الفلاحين هذوك ما واش راح يديروا ما داروا والو. احتجوا ولكن الاحتجاج تاعهم حسب يومية الخبر الجزائرية قلت احتجوا على السلطات تاع فيدي وقالوا لهم عوضونا طلبوا تعويض من السلطات تاع البلاد تاعهم. سكي نورمال هذا شيء منطقي ما يجيش تطلب السلطة الجزائرية تعوض له، هذا شيء منطقي. وبقات الأمور على مستوى الفلاحين هاد وهاد السكان هادو اللي هما مغاربة المفروض راه في أرضهم ما كانش حدود، لو جات دنيا دنيا راه ما كانش حدود وما كانش هاد المشكل هذا يصرى. راهم عايشين في حالة تاع توتر، يجو ناس تاع صحافة بودورو يحبوا يستغلوها ويحبوا ديجا العصابة الحاكمة في الجزائر تحوس على العدو الخارجي وين راه، وما كانش واحد يجيها عدو كيما المغرب. ما تقدرش تقول تونس راه مع عدو، تونس مساكن راهم حالتهم حالة، يجي يقول لك الليبيين راهم حالتهم حالة، مالي راح تقول عدو أجنبي راح يعتدي على الجزائر ما تجيش. هيا قال المغرب باي قال المغرب راه حاب يعتدي على الجزائر حاب يدير حرب معنا وراه بكذا وبكذا. الو يجي صحاف بودرو يزيدوا لهم الماء، هاكو زيدوا الماء من عندنا في الطحينه ديالكم وروحوا زيدوا كملوا نوضوها ما بين الجزائريين والمغاربه. الغريب في الامر انا كنت حكيت مع سي الحاج سعيد عبد القادر الفيلي قلت له انت الجيش المغربي وين راح؟ كيفاش جيش مغربي يخلي جيش جزائري يعتدي على السكان مغاربه وما يتحرش؟ هذا ماهوش جيش، هذا ماهوش جيش. والسلطات المغربيه وعلاش ما تحركش؟ لانه الى حد الان
للسلطات المركزية الجزائرية ولا المغربية ما تحركت وما سجلت رد فعل، وكأنه هاد السكان المغاربة مساكن هادو ما عندهم لا والي لا تالي، مسمحين فيهم، يعني مسمحين فيهم. حكيت مع الحاج، الحاج يقول لي أنا شخصيا، هو إنسان عنده يعني ناس تسمع له في المنطقة هذه، قال يا ولدي ما تزيدوش تأجوا الأمور، ما تزيدوش الزيت على النار، روحوا غير بالعقل. هو يحاول يعني من جهته باش ما يلطف الأجواء، ولكن يد واحدة ما تصفق، يد واحدة ما تصفق. هي المشكلة مشكلة إنسانية قبل كل شيء. ناس يخدموا في أراضي منذ 60 سنة، يديهم سلطة جزائر بعد 60 سنة قال آية أرفضوا باقياشكم وطبقوا، هذا ما هوش منطقي ولا إنساني. ولا حتى تقول لي هل الأرض راهي جزائرية، أنا أقول لك إيه، ولكن حتى الإخوان المغاربة يقول لك لا، شوفوا هاو البلتان أوفيسيال، هاو الجزائر تعترف بمغربية تراب الآخر، ولكن أنا ما نديرش ما أحبطش هذا الآخر، لانه مشكل المغرب، المغرب دائما عنده مشكل تاع حدود وتاع اراضي، مشكل في الصحراء الغربيه، ما في الصحراء الغربيه، مشكل السبته، مشكل المليله، كانت واحد الوقت طالب موريتانيا، يعني طالبت بشار، طالبت بتندوف، المغرب يعني ما صابش روحه واش فاد حكايه الحدود. ولكن في قضيه الفيجيك هذه نقولها يعني الاخوان المغاربه راجعوا القصر الملكي، لأنه لو كان اعتداء جزائري على سكان مغاربة، حتى إذا المغرب ما يردش عسكريا، على الأقل يرد دبلوماسيا، يشهد المجتمع الدولي على السلطات الجزائرية، قال شوفوا هذه السلطات الجزائرية راهي جاية تخلط فينا باش تحول انظار الراي العام الجزائري اللي راهو يطالب برحيل هذه العصابه، شوفوا راهم يجيو يخلطوا فينا. لكن لا، ما دارهاش القصر الملكي، غير ما دارش، لا لجا للمجتمع الدولي، لا راسل العصابه قال يا ولدي واش هذا اللي راهو صاير، لا كان عنده حتى رد فعل، لانه المشكل ماهوش بالخطورة اللي تقدم فيها صحافة بودورو تاع المغرب. قولها مليح صحافة بودورو، صحافة البلاط، كما أنها في الجزائر صحافة بودورو صحافة الانبطاح، كيف كيف راه زي واحد. المشكل قبل كل شيء مشكل إنساني، ويحبوا يستغلوه الأنظمة، وهذه من خلال هذه صحافة بودورو تحب تستغل لا ميزير، ميزيرية الآخرين، ميزيرية تاع الشعب الزوالي هذا اللي 60 سنة هما يخدموا في الأرض، بعد تجي نهار الآخر يقول له هاي طبق أرفض قشك، وين صارت هذه؟ هذه ما تحصلش. ومن المفروض السلطات المغربية تتحرك، لا لا راهي دايرة لا سياسة السلطات المغربية، لا واش شكون راح يجي يحمي هاد السكان، هاد الاهالي راهم في المنطقة هادي، راهم الغدوة يعني قوتهم، خبزتهم راهي في هذيك الأرض. ثم تقولي هذيك الأرض جزائرية وكذا، نقولك إيه ومن بعد، أرض جزائرية جاي يخدم فيها خوك يخدم فيها مغربي، ومن بعد يراو المشكل، كي يروح منها كاين جزائري جا ونحاوها له، ما نحاوها حتى واحد. ما نجاش هذا المغربي نحاها جزائري وباش لا، هاي غدوة كي نحاو ما كاين جزائري راح يجيو يخدموا الأرض هذه ولا يخلوها هذاك بور. ها المشكل وين راه؟ المشكل هو أنه الشعوب المغلوبة على أمر هذا، الشعوب الفقيرة الزواولة هذو، سواء كانوا مغاربة أو جزائريين، يستغلوا فيهم الأنظمة، تستغل فيهم.
وتجي صحافه بودورو تحب تكبرها وين باغيه توصل صحافه بودورو. هم كما قلت في البدايه يطيحوا ببلادهم، يطيحوا بجيشهم، يطيحوا بنظامهم، راهم يسيئولوا. لما تقول الجيش الجزائري راهو يعتدي على سكان مغاربه، فلاحين مغاربه، ونقول لك والجيش ديالك وين راح تسكن؟ دونك راك عساك الجيش، دونك عندك الجيش المغربي يديه بالحنا ولا يديه بالحنا، ماهوش قادر يرفد السلاح يدافع على السكان ديالو، والبلاط المغربي القصر الملكي يديه بالحنا ماهوش قادر يدير بريه يبعثها للسلطه الجزائريه قال واش راكم دايرين، خاصه وانه الاخوان في المغرب يقول لك هذه اراضي مغربيه. المشكل ماهوش اراضي مغربيه وجزائريه، المشكل ماهوش اراضي مغربيه وجزائريه، المشكل مشكل الناس يخدموا في الارض وغدوه راح يقطعوا لهم القسم ديالهم. هاوليك المشكل وين راه؟ نحي عليك حكاية جيش جزائري جاي يعتدي، يعتدي جيش جزائري والجيش ديالك يديه بالحنا ولا والقصر الملكي، علاش ما شاهدش المجتمع الدولي على العصابة الحاكمة في الجزائر اللي الشعب يطالب فيها كل جمعة يخرجها للطريق قال الرحلوا قيلونا عفونا، وراهم يحوسوا على العدو الخارجي باش يبتيو الشعب به. سي سال المشكلة وهنا. نتمنوا انه هذه القضيه هذه يعني تطفى، وانه الاخوان اللي كانوا يخدموا في الارض يبقاو يستغلوها ويبقاو يعيشوا منها. على كل حال اذا خوك كلام من عندك ما طاحتش في كرش عدو كما نقولوا، ما طاحتش في كرش عدو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.